السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة الأخوات المتابعين المتابعات لقناة إيكريك أش نيوز. اليوم غنصور لكم الحافلة اللي تتمشي في المطار. الناس الأغلبية ديال الناس يبحثوا عليها، واليوم غادي نحاول نصور لكم أهم المحطات. كما تشوفوا الآن أنا واقف قدام محطة الرباط أكداد، وهذه المحطة الأولى. اذا هذه المحطه، هذه الناس اللي غادي باغيين يمشيو للمطار مثلا ولقاو صعوبه، ما لقاوش مثلا طاكسيات الى غير ذلك، ولا لقاو مثلا الاسمنه انها ما مناسباش في بعض الاحيان. فاليوم غادي نحاول انني نعطيكم واحد الحل، وهو الحافله اللي تتمشي مباشره للمطار، وهي حافله نقيه بواحد الثمن اللي هو مناسب. الان غنحاول انني نمشي ونصور لكم المكان، وغنصور لكم اهم المحطات اللي تتمر منها هذه الحافله، هذه الناس اللي تيبحثوا على الحافله اللي يمشيو بها المطار ديال مطار الرباط السهله. فغتبقاو معايا، وفي كل مرحله غادي نحاول نصور لكم التراجي ديال هذه الحافله هذه منذ البدايه الى النهايه جميع الممرات. كما تشوفوا هذه هي المحطه الاولى، كما تشوفوا هنايا الناس اللي يقدروا يجيو بالترين. هنا المحطه ديال القطارات، فبالتالي ممكن تنزل هنايا ومن بعد تخرج مباشره كما تشوفوا، فتخرج مباشره وتمشي للمحطه اللي كاينه في الشارع. فامام المحطه ديال اكداد كما غنصور لكم غادي تلقاو الحافله، وعند التوقيت ديالها، التوقيت يعني كل تقريبا كل ساعه تقريبا تكون الحافله، وبالتالي فالتوقيت ديالها تكون مضبوط على طول النهار. وفي هذا الفيديو هذا راه غادي نخلي لكم في الاخير يعني التوقيت ديال الحافلات، سواء الناس اللي غادي يجيو من المطار غادي يجيو من المطار الى محطه القطار، او العكس مثلا الناس اللي باغي نمشيو للمطار كذلك. فغنحط لكم جميع التوقيت ديال هاد الحافله هذه. اذا بقاو معايا فغادي نصور لكم هاد المساله هذه. إذا المحطة الأولى ديالو كما قلت لكم، الآن هذا هو الطوبيس، هذه هي المحطة الأولى، وفي التوقيت هذا 4:30 تنطلق، عندو توقيت مضبوط، انطلاق ديال الحافلة الآن من المحطة الأولى اللي هي محطة أكداد.
المحطة الثانية، هذه المحطة الثانية أمام محطة الرباط المدينة ديال القطار رابافيل شارع محمد الخامس. إذن هنا هذه المحطة الثانية، إذن اللي تشوفوا
إذن الإخوة هذه هي المحطة الأخيرة. إذن وصلنا للمطار طبيعة الحال، الانطلاقة كانت مع 4:30 وصلنا مع 5:00، إذن نصف ساعة. إذن كما تشوفوا هذا هو المطار. إذن وحتى كما قلت سابقا يعني الطوبيس مرتاح، تيدير واحد التراجي مزيانه بسرعه. تقريبا جوج ديال المحطات اللي هما اساسيين، محطه ديال اكدار ومحطه ديال الرابافيل، على حساب الناس اللي تيجيو بالترين. فهاد هاد الوسيله فهي سهله. اذا تنكون وصلنا المطار، وتنتمنى انني صورت اغلب يعني فترات كانت مفيدة. إذن شكرا، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، وما تنسوناش باللايك والدعم ديالكم، وشكرا لكم.